تليفوني ما سكت من الصبح، الكل يتصل علشان يبارك لي. صج الكويت صغيرة ما ينخش فيها شيء. ما حد دق عليك؟ سكرة تليفوني. وش حق مسكرة تليفونك؟ وش حقك قاعدة كذي؟ كلش مو مبين عليك زهوة المخطوبة. ماما يعني ايش تبيني اسوي؟ عرسي عقب سنتين، تبيني من الحين اقعد وارتز؟ ضاوي، ساعات احس انك انت مو صاحية. انا بعد ساعات احس كذي. لا يكون غصبنش على حد انت ما تبينه بس. ما يعني انت وابوي كلش ما عطيتوني فتشني انا افكر، اوكي ضرار مني وفيني ولد عمتي وخوش واحد، بس احتاج اني اعرفه. بعد بتعرفون بعض؟ ولد عمتك؟ اي لما يصير خطيب يصير غير، شخصية ثانية، لازم ارد وادرسه من اول وجديد. واي، هذا كلام معقدين؟ كلش مو كلامنا؟ ما احنا مزوجينك واحد غريب، شلون يعني؟ تبيني بلك واحد ما تعرفينه علشان تقعدين تفصفصين فيه وتعذبين فيه؟ حمدي ربك جايك واحد زاهب مزهب تاخذينه وانت مغمضه، عيل تاخذين واحد غريب، يوم العرس نحط ايدنا على قلوبنا، تحبون بعض ولا لا؟ يلا بطلي التليفون، بطلي ردي على الناس، ردي عليهم يبون يباركولك. يلا عاد. الو، هلا ام عبد الله، شلونك؟ الله يبارك بعمرك حبيبتي، تسلمين. لا 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 لا، اكيد كان على الشاحن. حاضر اخليش الحين، انت تكلمينها بنفسك. اي لحظه، اي لحظه لحظه. شنو تفشل معي نقص؟ يلا ردي، يلا خلصينا، رد عليها يلا. الو، هلا خالتي، الله يبارك في حياتك، الفال حق شيوخه ان شاء الله. اي اكيد. لحظه، هات ماما. الو، هلا ام عبد الله. اي اكيد مجهزين كل شيء طبعا. الله يبارك بعمرك حبيبتي. يما عندك بشار؟ بشرني يا بعد هلي، قول لي شنو بشارتك. انا نويت اخطب. هذه الساعه المباركه يا علا سعيد ومبارك، قول لي من هي الحضيضه اللي حطيت عينك عليها عشان من باكر اخطبها لك. يما بصراحه انا مو ناوي، انا خطبت وخلصت. يعني الحين انت عقب ما خطبت جاي تعلمني؟ يوم الموضوع صار فجأة وبسرعة، انا نفسي تفاجأت. يعني امس انا طالع من عندكم مو خاطب، اليوم طلعت من بيت خالي جبر لقيت نفسي خاطب. ضرار، انا بسألك شيء وبك تجاوبني بكل صراحة، لو اللي خاطبها واحدة ثانية غير بنت خالك جبر كان جيتني وقلت لي امه تعالي معاي واخطبي لي، ولا حقرتني؟ ليش ما تجاوب؟ ضرار أنا أسألك. أنا أدري، أدري شو ترسو قلبك ومخك علي، أدري يا ضرار إيش فهموك وإيش قالوا لك، لكن لا، أنا مهمتك، مهمتك اللي تحبك ولا عمرها رخصت فيك ولا قصرت بحقك، لكن أم حرموني. والحين هم اللي تجدمه، أنا آخر من يعلم. يما الحين يعني بدل ما تباركين لي وتستانسين تاخذين مشراع ميداف كذي، ترى كلش ما له داعي، بروح اللي فيني كافيني وأنا مو ناقص، الكل تولاني من كل صوب. أول قولي لو خاطب واحدة غيرها مثل ما قلت لك بتاخذني معاك ولا بتستحي توديني؟ جاوب. لو علي انا ياخذك يما، بس اللي تربيت عليه يقول انه امي سلوى هي اللي لازم تخطب لي. انت اللي بغيتي تسمعين منه هالكلام، انت اللي نبرتي وراه علشان تعرفين شو موصينا له خطب وش قالي له عنك لما كان صغير.
قالت لك يا ثريا طول عمرك تحبين الكدر وتدورين ادواره، ليش؟ انتي عارفه وفاهمه كل شيء ومتاكده منه، بس في اشياء احنا ما نبي نفهمها وما نبي نسمعها باذوننا. تدرين ليش؟ لانها لما تطلع من القلب تعور. ما كان ودي يصير اللي صار اليوم، وانا مو خايفه منك والومك انتي، ما الوم ضرار يا ثريا، لانه هو ضحيه وما له ذنب. وهذا بدل ما تفرحين له وتباركين له تقومين تضايقين خلق الكل. هذا اللي يقول سكت دهرا هو نطق كفرا. انت الحين ليش تبكي؟ ما تعلميني، تبكين على اللي سويتيه ولا على خطبته؟ كنت خايفه منها اليوم يا ثريا وما هقيت اجي بسرعه. حبيبتي انا خايفه عليك وعليه، واتمنى اتمنى انك انت تحضرين عرسه، مو مهم انك انت تخطبين له. واللي صار هذا كله بيد امك مضاوي، مو سلوى اللي انت خايفه منها. حبيبتي بس بغيت احطه ودوسه لما هشيم حق امي. علي خلنا نكون واقعيين، انا فاهمه شلون امي موضي وخالي جابر يفكرون مع اني ما شفتهم، بس المنطق يقول كذي. احنا كلنا ندري بالخلاف اللي صاير بينهم وبين امي مع اننا ما نعرف تفاصيله، يعني احنا ما عمرنا شفناهم ولا شافونا، اكيد ما راح نكون بحسبتهم. لما يصير شيء المفروض احنا كلنا ما نتفاجأ. بس في شيء اسمه عاطفه، وهذه امه قاعده تتصرف على حسب عاطفتها. لغوا دورها وهي امها. بعدين تعالي حتى انا وياك جالسين باكر اباجي الضرار بيوقف معانا، لا يبا ما راح يوقف معانا، انت حتى عرس اخوك ما راح تحضرينه. انا مهيئه نفسي حق هالشيء. أصلاً مو متخيل أن أحضر عرسه ولا بيته، عادي عندك أنت عادي، بس هذه أمه. اسمعني علي، أمي عارفة الفرق اللي بيننا إحنا وبين ضرار، وفرق وايد كبير. يمكن بعض الناس يفكرون كذي، مو كلهم، بس إحنا عايشين بمجتمع يفرق. هو حتى ألعابه غير عنا، ملابسه أحسن منا، مع أن أمي ما قصرت معانا بشيء، وبنفس الوقت يحترم ناس إحنا أحسن منهم بوايد. بس عادي، أنا متقبلة هالشيء وهذا الصح. أنت تدري شنو الصدمة؟ ان احنا كلنا عبالنا اليوم هذا بعيد وكاهو يا بسرعه. طول عمرك كنت خايفه من هاللحظه وحاتيها. لما كان يجيني يزورني كان ودي أسئلة، أقول لما تروح تخطب تاخذني أنا ولا أم اللي خطبوا لك؟ كان ودي أسئلة، أنت تحبني من صدقك من صدقك ولا لأنه واجب؟ كان ودي أسئلة، أنت تحب أخوانك ولا تعطف عليهم؟ ألف سؤال وسؤال كان يدور بمخي، بس ما كنت أسئلة لأني ما أبي أحرجه. كنت أطالع عيونه يا سهيلة، كنت أطالع عيونه أشوف فيها الشين والزين. اليوم شفت الشين كله. أنا ما هقيت إنه بيحرموني من أبسط حق، أبسط حق كأم. دوري إني أوقف معاه بعرسه وأفرح له وأبتسم ويبب له. الحين أهم شيء سعادتي يا ثريا، هذا أهم شيء. إي نعم، راحتي بسعادته. ما حد فيكم فاهم شنو المشكلة، ولا حد يدري شنو اللي أنا أقصده. تدرين أنا شنو مشكلتي؟ أنا مو مشكلتي منو اللي خطب له، أنا مشكلتي من خطب. هذه بداية الجفة يا سهيلة. إذا كان ولدي يدخل علي كنت ضامنة إنه بيجيني بعد أسبوع بعد شهر وبشوفه، لكن الحين لا، بتمنعه عني وبتمنعه عن إخوانه وتصير حريمتي شوفته. يعني لا أنا شايفته ولا شايفه عرسه ولا أنا شايفه عياله. يا ربي ليه؟
ليش كذي يا ربي؟ ليش ليش؟ استغفر الله يا حبيبتي. استغفر الله، استغفر الله يا ربي. ليش 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 انا يصير فيني واتحمل كل هذا؟ ثريا، توا الناس على كل هذا، الولد توا خاطب، يعني مو معقوله باكر يتزوج. تفائلي بالخير واللي يسلمك، وما تدري باكر لا تزوج يحن عليك اكثر هو ومرته وتنتهي المشاكل هذه كلها. لما حنت علي اميمتي طول هالسنين كلها، بتحن علي بنت اخوي. بسم الله الرحمن الرحيم عليك، مسرع ما حسدوك على هالخطبه. ما سوت علينا يمه، ناس متضايقه وناس مستانسه. حبيبي كلنا فرحانين ومستانسين فيك وفي مضاوي، اصلا ما عنده سالفه اللي يضيق خلقه بهاليوم. ام ثريا. ثريا ايش قالت لك؟ يمه حطوني بموقف بايخ، يبون يلغون وجودها من حياتي. ما يصير، هذه امي ولها حق واجب علي بعد. اسمع يا ضرار، هالموضوع هذا لا هو بيدي ولا هو بيدك. انا يوم دشيت هالبيت طلعت منه ثريا، الله خير ما شفت منها شيء، لا تعرفت عليها ولا حبيت اتعرف عليها. انا كل اللي يهمني بهالدنيا انتو بس. يما انت امي وإيه امي بعد، نعمه من رب العالمين الواحد يكون عنده امين، لكن هي مو راضيه تقتنع ولا راضيه تصدق ان انت تفاجئتي بالخطبه، على بالها ان انت خذيتي دورها. كم فهمت هالموضوع عدل؟ يما اول مره اشوفها كذي، قالتني بكشوري ما بغيت الا عمري، تفاجئت من رده فعلها. خلاص ثاني مره اقعد معاها وفهمها الموضوع عدل علشان تفهم. هي سالتني سؤال وانا جاوبتها بكل صراحه، هذه غلطتي. ما يخالف يا يما، الغلطه تتصلح، واذا تبيني ادق عليها واكلمها من ورا ابوك انا حاضر، ما عندي مانع. لا يما تكفين، ما لنا خلق مشاكل. انا ما احب يضيق خلقك، انا مستعده اسوي كل اللي تبي. تدري شلون؟ انا بعطيك الحل. ترى يا ولي عافيك قومي، عيالك محتاجين لك اكثر، علي وسبا وسينا، الله يطرح فيهم البركه ان شاء الله وتفرحين فيهم. امين يا رب، والله ان معزتهم وحده ما فرق بين احد والثاني. اذا تفكرين في ضرار ترى مستقبله مضمون، وظيفته جاهزه، حتى المره اضمنوها له. فكري بعيالك يا ثريا، فكري شلون تساعدين علي، ترى الحين انت امهم وابوهم وكل شيء. ماني قادره انسى، ماني قادره انسى يا سهيل. انت اللي ما تبين تنسين يا ثريا، تعرفين ليش؟ لان اللي حارك وباط جبدك شلون يروح يخطب وما يعلمك، وشلون بيسافر وبيشتغل بفندق هاله بلندن وهم بعد ما راح يقول لك. ثريا واللي عافيتش، شوفي الاشياء الزينه، لو تبين الصج ترى ضرار مو غلطان، والذنب ذنب اهلك اللي ذنبك في ركبتهم.